السلام عليكم شباب، شو تمام؟ جاي لكم الحلقة اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتلة تيك توك. صراحة مو فتلة، بسوي رياكشن على ترند اللي هو ترند لو كنت عايش في التسعينات. اوكي، طب المقطع الاخر شيء، لان صراحة بقول شيء مرة مهم خصوصا للبنات، ما راح اقول لكم الحين يب عشان تشوف تبع المقطع كامل. فلا تنسوا لايك واشتراك وسووا تفعيل جرس الصندوق واستنوا لي كم تبعني سناب بعد تصلحوا النبي سبحان الله بحمد الله العظيم. ليتس جو، نبدا المقطع. فأول شيء بفرجيكم أفضل واحد بالنسبة للعالم كامل اللي سوى ترند ذا. حكايات. طبعا هذا الإنسان مرة رهيب مرة رهيب مرة رهيب، وودي أقول شيء، الحمد لله أنا الحين ب 23، ما أنا بالسبعينات التسعينات. شوف حواجبي، أقسم هذا زي طريق مكة، كبير مرة ما شاء الله. والله العظيم انه لو اني كنت عايش هناك كان الى حد الان ما تزوجت. طبعا تابعوا حساب التيك توك، هذا هو طالع قدامكم، تابعوا. اوكي، الحين نروح للاصل، الاصل الاساس. شكله كنت عايش في السبعين. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. اشوف، لا الحين احسن، رب الكعبة حسين حسين الحين احسن. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. كيف هذه؟ لا الحين ولا قبل، استغفر الله. بس انا ما ادري صراحة، انا سويت ترند، انا سويته يعني دخلت على القلب وسويته، ما طلع لي خيار اللبس والشعر وما الى ذلك، ما ادري صراحة. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. صارت تشبه ابن عمتي حرفيا. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. لا هذه رهيبة رهيبة ما شاء الله، قبل زينة وبعد زينة. الله زينة بالحيل هذي. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. رب الكعبة الشينة، رب الكعبة الشينة الحين احلى. ضيعت عليه، هذا رهيب كيمو. وانا ليا معاه حكايات. والله العظيم الحمد لله انه عايشين، انه صرنا على حسب السبعينات، ولكن ضلينا عزابيه لما متنا. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. يعني ما اتوقع انه هذا الاي اي نفسه اللي مسوي، اللي نفس ترند هو نفسه مسوي، يعني صوره ثانيه ومركبه معه، فهمتوا؟ طبعا هذا اوسي مره مبدع مره مبدع، مقاطع جميله مره مبدع فيها. ما شاء الله هذه حلوه قبل وبعد، شوف والله حلوه، بس هنا صاير كنا حوله. ضيعت عليه العمر يا ابويا. يا طبعا مبدئيا هذه انا ما اطقها، هي على شو اسمه ذيك رزان عبد الله. طبعا الناس مستلميها بالتعليقات، واحده تقولها شيل كل المكياج والفلتر بعدين سوي ترند. كلام منطقي صحيح، بعد كاتب ما كان فيه فيلر. اي صدق ما كان لا فيه ولا شيء. شوف البرطم اكبر من اثمي. زك امام شاح مشاح. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات حكايات. شينه شو تقول حوله؟ لعن ام الفلتر خرب ابصره. طبعا هاي اميره الحسين اللي سووا لنا سالفة كبيرة، هي شو اسمه ذاك؟ واحد كذا اسمه حسين، مدري شو، عراقي، هم كلهم عراقية اتوقع. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات. هذا محمد سلام، انا متأكد انه هو اصلا قبل السبعينات. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات.
انا بدي افهم شغله واحده، الفلتر قاعد يطلع البنات على انهم يابانيات مدري صينيات، ليش فلتر غريب سبك؟ استغفر الله العظيم. تشبه واحدة عارفها يعني قريبتنا، تقول لامة مدري كيف يا أخي، وجهها قريب تمام الفلتر ولا لا؟ هنا لا تمام. استغفر الله العظيم استغفر، لا تمام أمور بس قبل كانت مو بزينة يعني، وأنا صار قبل هذا كان عايش بالعصر الحجري، كنت بدي اقول الحجر العصري صراحة. ما مستر توب وينك؟ مو بزين الحين، لا احسن احسن كثير. طبعا هذا رهيب، السيد توب رهيب 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 رهيب، ما يحتاج اقول عنه اي شيء، ما شاء الله عليه. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا لي معاه حكايات. اول شيء هذه هاندا ارتشيل مدري ايش اسمها امها، طبعا انا ما اطيقها ابدا، انا اترك كلهم ما احبهم صراحه، رب الكعبه. انا احب تركيا نفسها الدوله كطبيعه وخضار صراحه انا احبها. هاندا هذه اكثر ممثله في العالم انا اكرهها، اختمتين مو بكويس مدري كيف. يا بس خليني اتاكد من شيء عشان اعرف اسولف. اوكي شوف ترندي مسوي عينه هذه زايح امها لهناك مدري ليش. يا اخي انا ودي افهم شيء، اللي يكتبوا انجليزي معرب ايش جوكم يا اخي؟ يا اخي احسكم سباي كذا مره، ايش الانجليزي معرب؟ يا اكتب انجليزي يا اكتب عربي، اكتب لك انجليزي معرب ان يعني ايش؟ انه هو فهمان كثير مره. لا ترك سباك. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. طبعا ما شاء الله يعني طلع يشبه حسن فنيش. ضيعت عليه يا عيال، هذه اميره حللت ام 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 ترند، كنا هذه رابع مره تطلع لي. اقسم بالله العظيم انه هذه تشبه اللي قبلها، اللي قبل قبلها اللي طلعت. ايه يا اخي غريب غريب ترند كلهم على صوره واحده. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. ها شايفين قاعد يطلع على اللي قبله. طبعا الناس غريبه، شوف هنا واحد كاتب تشبه البنت اللي اسمها نور في مسلسل حب اعمى. هي شوف واحده من اثنين، اما انه انا ما اشوف شيء او انه اعمى يعني ما اشوف، واشوف كلهم واحد، او انه هو اعمى مو انا. طبعا هذه كالورين اشتغلت بمخ في اليوتيوب كذا، ما اعطت كل اهتمامها لليوتيوب، لا كذا حاولت تضبط يوتيوبرز، ضبطت يوتيوبرز صراحه وطلعت معاهم، انشهرت مره. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. كذا ما ادري طلعت تشبه مين، كذا طلعت تشبه تعرفون لعبة باربي العاجة او الدمية تشبهها. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه حكايات. يا اخي الاولاد اللي في الترند ذا ايش جوكم يا اخي؟ انا ودي افهم ايش جو يعني كذا عشان تصيد بنات وعشان ماش. ضيعت عليه العمر يا ابويا، وانا ليا معاه. كمل. لا صراحة هذا رهيب، شوف حواجب زي حواجبي رب الكعبة، كذا كنا كنا طريق. في واحدة كاتبة انت كلاسيكية ما شاء الله، ملامح اعشقها. انا من اسمك وانا قاسي اليد، وش انت كلاسيكية؟ ايش شاورما ابوي انت؟ ليتك طاج. ضيعت عليه العمر يا ابوي، وانا ليا معاه حكايات. يا هل تقول مهرب؟ بس انه رهيب ترى خالد حمادة. ضيعت
ضيعت عليه العمر يا ابويا ولا لي معاه حكايه. هذه قبل 70 سنه تقريبا. اوكي. حلو حلو، عشان نختم الحلقه في المقطع ده. يا بنات، حصرا يا بنات، نن العيال ما عليهم شرها. لا، ما انا اقصد ما عليهم شرها يعني لو سووا زي الترند ذا عادي ما في شيء. في بنات محتواهم انه ما يطلعون وجيههم ابدا، وهم نفسهم، هم بقناعه نفسهم وتربايتهم تمنعهم انهم يطلعون او ينشهرون او تطلع وجوههم في التيك توك، اوكي؟ فيستخدمون هذا الترند انه يعني بيجربون ترند وينشرون مقطع. هم فكرهم ايش؟ انه الاي اي قاعد يغير شكلهم على شكل قديم. بس انا حاب اقول لك يا اختي، تمام، انا صراحه ما ادري هذه مين، ما ادري اذا كانت محتواها يطلع وجهه ولا ما يطلع، بس ترى الاي اي ما قاعد يغير اي شيء. وجهك يقصه اوكي ويركب على الصور دي، هذه فكرته. طبعا هذا فلتر حرام للبنت، اوكي، هو حرام للبنت. ليش؟ لانه قاعد يشهرها. انا قاعد اقول للبنات اللي تعرف انه هذا حلال وهذا حرام، او انه ماشي انه هذا حلال وهذا حرام، انا ما قاعد اعمم. هذا الفلتر ترى قاعد يطلع وجهك كامل، فبكيفك. انا اللهم بلغت، اللهم فشلت، انا ما ظل لي اي علاقه. اللي علي سويته انه هذا الفلتر ترى ما يسوي ولا اي شيء، يعني وجهك نفسه بيطلع وينشهر. واي مقطع، اوكي، اي مقطع زين شين التيك توك، بالعكس اذا كان شين التيك توك خوارزميه تطلع فوق، فانا ما لي علاقه. والى هنا كانت الحلقات. لايك واشتراك في سبت نجد تحصل صندوق الصفا عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ومع السلامه.